نبدأ معاكم من الموضوع العنوان الرئيس في ال 24 ساعة الأخيرة، وهي تصريحات الفنان محمد علي صاحب شركة المقاولات، اللي قال تصريحات خطيرة منه. أنا الأول مرة أتكلم في موضوع يخص الشركة على السوشيال ميديا. طول عمري بفصل موضوع المقاولات عن موضوع الفن، ولكن للأسف الجهة اللي أنا بتعامل معها وهي القوات المسلحة هي اللي اضطرتني أعمل ده. كنا من ضمن الشركات المحترمة اللي بتتعامل مع القوات المسلحة، يعني كان لنا تصنيف من ضمن 10 شركات كويسة بتتعامل مع الجيش. طبعا في ناس كتيرة جدا عارفة التفاصيل بتاعتي، وعارفة ان انا حصل لي الصعود عن طريق القوات المسلحة، ومعروف عشان تشتغل مع الجيش لازم تقدم فيش وتشبيه، لازم امن الدولة تسأل عنك، لازم المخابرات الحربية تسأل عنك. طبعا احنا كان لنا نصيب نعمل برضو قصور الرئاسة، فرئاسة الجمهورية بتسأل عنك، يعني السي في بتاعنا زي الفل، محدش يقدر يتكلم عليها، خاصة ان الجهة اللي بتدير البلاد دلوقتي هي كانت المنوطة بالسؤال عن تاريخي، هل اصلح او لم اصلح. اشتغلت معاهم بقالي 15 سنة او 16 سنة تقريبا. كنا من في جهاز اشعه اكس راي كده لازم تعدي منه عشان تتاكد انك مواطن شريف، ومحمد علي بيقول لك ان 15 سنه سابقه كفايه جدا لتتاكدوا ان انا مواطن شريف، تم عمل عني تقارير مخابرات الحربيه ومخابرات العامه ورئاسه الجمهوريه وكل الحتت دي، واكدت طوال 15 سنه ان انا مواطن شريف محقق نسبه الكريات الدم الشريفه دي غير البيضه والحمراء، دي بتتواجد في الدول التي تعاني من القهر في دمي، نسبة كريات الدم الشريفة في دمي مناسبة تماما للعيش في جمهورية. السؤال اللي يظهر في ذهنك عندما تسمع مثل هذا الكلام، هتسأل مين هو الفنان محمد علي، وهل ممكن يكون صادق في كلامه ولا لا. الفنان محمد علي صاحب شركة أملاك، والده هو علي عبد الخالق بطل مصر في كمال الأجسام، ده صورة والد محمد علي، واحد من أبطال مصر في كمال الأجسام. والد محمد كان صاحب محل ورشة لصناعة المجوهرات، ومحمد ابنه برضو كان رياضي وبطل مصر في المصارعة وألعاب القوة، ده هتلاقوه منشور في أغلب المواقع اللي في مصر، اللي منها فيتو مثلا. ها؟ فيتو نجل بطل العالم في جمال الأجسام، نجم الأكشن في مسلسل طايع، ده فيتو ابن البطل. يواصل الفنان محمد علي تصوير مسلسله طايع المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث انتهى مؤخرا من تصوير العديد من مشاهد الاكشن والمطاردات، حيث عاد مؤخرا من الاقصر بعد ان قام بتنفيذ مشاهد الاكشن الخطره بديه بنفسه دون اللجوء الى دوبلير، والتي شملت العديد وبتاع. إن محمد علي بيعمل مسلسل وفوق ان هو ما شاء الله مقاول وبيعمل مسلسل، ده بيؤكد لك قد ايه هو مرضي عنه تماما من المؤسسه العسكريه، اللي احنا مثلا ما نعرفش نتيجه ان واحد من المتواطئين معاها تركي آل الشيخ، ما تعرفش امال ماهر فين مثلا ها، وعادل امام حكينا قصه ما طلعش رمضان ده مثلا. محمد كان بيحب الفن فاشتغل ومثل بعض الافلام، وانتج فيلم لنفسه ب 27 مليون جنيه اللي هو فيلم البر الثاني، فيلم اللي بيكافح الهجره غير الشرعيه، اللي حصل على جوائز كتيره من اوروبا. محمد علي كان طالع في دور ضابط في مسلسل طايع في 2018، مواطن شريف على وش اي هسه ها، زي ما انتم عارفين مش اي حد دلوقتي بقى يمثل دور الضابط والمسلسلات، دي قصه كبيره، دي بعض صور في المسلسل ودوره، صوره في المسلسل ودوره، مش اي حد يقدر يديله ضابط، ده لازم يكون محقق ايه انت فاهم، وادي الشراسه وادي القصه، الدور اللي هو الدور المسموح بيه بتاديته في هذا التوقيت، دي يكون ضابط لا ضابط لا ضابط، ما ينفعش تكون من الرعاع، هي دي الادوار اللي بتحظى بكل الدعم، ضابط في مسلسل طايع. اللي يلفت نظرك انه رغم قله اعمال محمد الفنيه، الا ان المواقع والصحف المصريه اللي ركبها المخابرات بتنشر اخباره بشكل كبير جدا جدا، وده طبعا كله انتهى من اقل من 24 ساعه. ده مثلا في اخبار اليوم هتلاقي بص محتفين بمحمد ايام احتفال اختار الفنان محمد علي كاول رجل للسلام بين مصر واوروبا، تانتا اخبار اليوم الهجره غير الشرعيه، نتفليكس تعلن عرض فيلم البر الثاني لمحمد علي، دعم بكل ما تشكله الدوله، بقول لك ابننا بقى له 15 سنه. بعد تالقه في طايا محمد علي ضيف شرف وهران السينمائي، اخبار اليوم. الجمهوريه هتلاقي الجمهوريه الفنان محمد علي ينضم لعضويه الهيئه الاوروبيه للسلام والقيم ببرشلونه، يا سيدي يا سيدي.
الفرعون المصري بروتوكول تعاون مع كبرى شركات التصميم العقاري في مدينة برشلونة. كل كمية رسائل وتعليقات وأخبار تؤكد أنه مرضي عنه تماما من كل أجهزة مخابراتية والأمنية في الدولة. ابنهم بتقول لي ابنهم، أيوة في فرق بين ابن مصر وابن المؤسسة عشان تبقى فاهم. محمد علي غناه اللي كان واضح قدام الناس بيؤكد انه بيمتلك اموال كبيرة مش قليلة. نشر انه اشترى عربية ميسي في اغلب المواقع في مصر، مواقع مخابراتية اللي قالت فنان محمد علي يشتري سيارة ليونيل ميسي. انت متخيل بقى سيارة ليونيل ميسي يعني دخل عليها صراع كم شيخ وكم امير وكم بتاع، انت فاهم الفلوس اللي بتتحط لمثل هذا. دي صور سيارة ميسي اللي اصبح يمتلكها محمد علي واللي كانت بتعلن عنها كل المواقع في مصر. ربنا يزيده يا رب. مين هو محمد علي اللي بينضم لينا حديثا؟ ما حدش يروح للبعيد، اللي جاي ألعن. من هو الفنان محمد علي الذي أثارت تصريحاته عن فساد عبد الفتاح السيسي وأسرته وعدد من جنرالات القوات المسلحة الذين قاموا بخداعه والنصب عليه في عدد من المشروعات؟ الفنان محمد علي عبد الخالق ولد في 18 من يناير عام 1987 بالجيزة، ووالده هو بطل العالم لكمال الأجسام علي عبد الخالق، والذي درب منتخب مصر وعمل في مجال تصنيع المجوهرات وبيعها. محمد علي بدأ مسيرته على نهج والده ولعب المصارعة وألعاب القوة، وحصل على بطولة الجمهورية في المصارعة بالإضافة إلى بطولات الجمهورية في الجلة والقرص. عمل محمد علي مع والده في ورشته، واتجه بعد ذلك إلى مجال المقاولات وأسس شركة أملاك للمقاولات والتي شاركت الجيش المصري في عدة مشروعات. الفنان المصري بدأ مسيرته الفنية بعد حصوله على إحدى ورش التمثيل، وبدأ مسيرته الفنية بمسلسل صفحات شبابية والسيدة الأولى وشارع عبد العزيز وفيلم المعدية. ولكن كانت بداية معرفة الجمهور به في عام 2016 مع فيلم البر الثاني الذي أنتجه هو لنفسه وكلفه 27 مليون جنيه. وقام محمد ببطولة الفيلم الذي تحدث عن الهجرة غير الشرعية، وحصد العديد من الجوائز منها جائزة الهيئة الأوروبية للسلام بلوكسمبورغ وجائزة مهرجان وجدة بالمغرب، كما قام الصليب الأحمر بعرضه في أسبانيا. ورغم نجاحات الفيلم الذي ينتقد الهجرة غير الشرعية، إلا أنه اشتهر بشخصية الضابط في مسلسل طايع، والذي قام ببطولته الفنان عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل، والذي أدى فيه شخصية الضابط الذي يحارب تجارة الآثار. المسلسل الذي عرض في أغلب القنوات المصرية والسعودية. ورغم قلة أعمال محمد علي الفنية، إلا أن الملفت للنظر هو تبني الصحف القومية والخاصة والقنوات التلفزيونية في مصر لأعمال وتحركات الفنان، فستجد أخباره وصوره في أغلب الصحف والمواقع، وستجده ضيفا في القنوات المصرية ليتحدث عن أعماله. محمد علي اشتهر في الأوساط الفنية بالثراء الكبير الذي حققه في مجال المقاولات في المشروعات التي أسسها، والتي كان منها عدد من المشروعات مع القوات المسلحة، واشتهر بركوب السيارات الفارهة. وقالت الصحف المصرية أنه قام بشراء سيارة اللاعب الأرجنتيني ميسي، كما أسس الفنان المصري فرعا لشركته في أسبانيا. ونشرت المواقع والصحف الأسبانية عن مشروع كريستال بيريميتس والذي يستهدف بناء مزار سياحي في برشلونة. محمد علي الممثل وصاحب شركة المقاولات الذي أعلن خروجه من مصر إلى أسبانيا كاشفا عن واحدة من أكبر الفضائح لعبد الفتاح السيسي وجنرالاته، معلنا أنه لن يترك حقه لجمهورية الضباط في مصر.